بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. النقطة اللي بغيت نشير في هذا الشريط هذا يهم نقطتين أساسيتين. الأولى، أتعجب لنواب الأمة. أنا لا أعمم وأتحدى أي كان أن يعمم على البرلمانيين هذا الشيء. هذا هناك النزاع، يا دي بارلمونتير يا دي كونسيي ساج يا انتيغر، كاين ناس نقيين، ولكن الاغلبيه الساحقه في البرلمان المغربي اقسم لكم بالله ما عندكم علاش تحشموا. نقول لك نسانا ما كان غير بوندي خو، نقول لكم باش يكون شبه اجماع، ماشي اجماع خاص الحمد لله كاين ليكسبسيون، باش يكون واحد الاجماع وتكون واحد النسبه مهمه ديال البرلماني اللي هما يقررون على تقاعد مريح وامتيازات وكذا وكذا وكذا. يعني ملي بغيتوا المصلحه ديالكم اجتمعتوا في ظرف في وقت قياسي وقررتم، والشعب ملهي في كرة في كأس العالم، وقررتوا على التعويضات ديالكم وشحال كذا، والدوله ما كانتش ساميه يلا ب 1900 درهم لمده 5 سنين ويبقى لكم واحد التقاعد وامتيازات. هل القطار فابور؟ هل المبيت في الفنادق فابور؟ هل الاكل فابور؟ والله العلي العظيم ما عندكم علاش تشوفوا، لا انتم لا رئيس مجلس النواب بالغرفتين الاولى والثانيه. النقطه الثانيه ديال السي القجع مدير الميزانيه ديال وزاره الماليه. السي القجع الله يرضي عليك، واش صاحبك ودي عشان نقول لك راه قال لك المال السيف كيعلم السرقه. السي القجع الله يرضي عليك، انت مدير الميزانيه ونحن نشاهد في التلفازه المغنيات والراقصات والبانديه مشاو لروسيا على حساب الدوله، هما ولادهم ماشي خلاص العرض. وكنشوف انا فراس الذي نزل من الطائرة بعد عودته من اثيوبيا حاملا كاس افريقيا للامم، كيتفرج في القهوة في المحمدية ولا في وقيلة المحمدية في ساكن السفارات، احمد فراس الكرة الذهبية والى اخره، وماشي غير هو. فاش كنشوفوا في روسيا تيمومي اللي سجل اصابة من السونتر، واش دزميس ولا ما نعرف، وما خرج من المباراه حتى ضربوا ذاك المدافع المصري رسول سميتو، وتعالج ب يعني توصيه ملكيه ديال المخول الحسن الثاني. تيمومي ولد ورقه هاز العكاز وجالس في الكرادا، والشمايت جالسين في المنصه الشرفيه الذين لم يسدوا اي خدمه للوطن غير الغناء والرقص. عاش غادي نقول لكم واحد القضيه راه قلتها بعدا في واحد الشريط، الخيانه فيها وفيها. هناك من خان الوطن بطريقه قانونيه، والمسكين لك الله. دابا ما يمكنش واخا نقدر نختمها برئيس الحكومه اللي غادي نقول له واحد القضيه. سي رئيس الحكومه الله يرضي عليك، لما ارى صوره ديال الجندي في الخميسات يتسول صدقه، وكان مرابطا بالصحراء وكل العصا وتابر وكافح من اجل الرايه ديال الوطن الان داك الشيء اللي كيتقاضاه ما خافيش ولا ما عندوش كاع، يتسول المارين يعطيو صدقه ولا ما يعطيوش صدقه. في الوقفاش الدنيا باطمه وبوتازولت ومومو شي بانديه وشلابيه راهم في روسيا 50,000 ريال في النهار، لا جون دو بوش، واكلين شاربين ناعسين. اسمحوا لي نقول لكم هذه القضيه، راه نحن نحب الاستقرار الوطن، وانتم لا تحبون الاستقرار الوطن وتحبون ان تشيع الفتنه في هذا البلد. لان واحد القاضي ولا كذا بشي الحال كيقول المثل الامازيغي حوز مش سيادير اديهيزم. ولهذا فالمقاطعه ديال كاع كل شيء واجب على المواطن المغربي، ما بقاش دابا لا في سونترال لا في افريقيا لا في توتال، خصنا نقاطعوا كل شيء.
باش هذه الاقتصاد المغربيه هو الزحف الحضيض وسالينا، لاننا احببنا هذا الوطن الذي ضحى اجدادنا من اجل استقلال هذا الوطن، وضحى اباؤنا بجوار المفروض الحسن الثاني من اجل هذا الوطن، ولا زلنا بشيبنا. السي رئيس الحكومه، السي القجع، يا نواب الامه، وطم الكبرى كاع داك البرلمانيين، راه داك داك سميت داك راي العمده ديال سميتو دابا ديال فاس، الازاميم والازمه هذا بعدا خصك من بعدا خص وزير الداخليه الاقاله ديالك، لان انت وزير الاقتصاد ورضات لك الوزاره الداخليه يعني مشروع ميزانيه، ما تمكنتيش دير سميتو وقعتي عليها وصيفطتي للداخليه ورفضوها لك. من هنا كتبان بان انت ما كتعرف والو، كتعرفوا غير الناهب وتعرفوا غير لا سول ريغل كو فو كونيسي سي لونجمو إليسيت، الاغتناء غير معقول، يعني النزهه ما عندكمش. ونختمها بكلمه واحده قالها ابن كيران، قال لكم وهو يخاطبكم بعد ان قلبتم عليه، قال لكم واش عقلتم اللي كنتو كتجيو بالبيكارات وبالمواتر وبإيركاتور 19 المخير فيكم كيجيب مرسي 290 ديال الاكاديمه دابا، الان دابا الارصده في الابناك والهرهوره والفيلات وفوق وعلى راس اللائحه وزير عدل الحريات اللي كان مزوط ما عنده والو، هو محامي ولا عنده جوج عيالات ولا كرش مرفوخه كيبحال اللي راه عنده التوام تما ثلاثه ولا اربعه كيولد. كليتو ديال الشعب، الله يحفظكم الحق، اش غادي نقول انا؟ استاذ حسن معرفه مستشار جماعي وناشط حقوقي تحيه الله ميسر.